ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. ونرحب عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدي. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك أستاذ نظير، كيف تقرأ تزايد عمليات اغتيال الناشطين في محافظة كربلاء؟ يعني ما أرى أن هذا النظام لا يبتكر أساليب جديدة، هي أساليب في كل مرة يعيد تكرارها عسى ولعل أنها تنجح. يعني هذا الأسلوب الاغتيالات بكواتم الصوت والعبوات اللاصقة وتفجير السيارات، هذا أسلوب استخدم يعني قبل سنوات عديدة في بغداد وفي المناطق السنية، وكان في حينها يحاول أن يتخلص من منافسي السياسيين ويتخلص من الناشطين الذين هم ضد التوغل يعني الإيراني، ضد هذا الفساد الذي يستشري في العراق، وقد نجح لحد ما في إخراج كثير من هؤلاء السياسيين وغيب الكثير من الناشطين من خلال عمليات القتل. وهو هذه المرة يحاول أن يعيد نفس الكرة من خلال القتل ومن خلال الإخفاء والاغتيالات، عسى ولعل أن يستطيع أن يخمد هذه الانتفاضة، على أساس أن إذا في حالة اختفاء هؤلاء الناشطين سوف تخمد هذه الانتفاضة ولا تجد الجماهير من يقودها إلى في طريق لنيل حقوقها. لكن لم يعلم بأن هؤلاء الناشطين كلما اختفى واحد ظهر العشرات بدلا عنهم، وهذه الانتفاضة ولادة للناشطين، ولادة لهؤلاء الداعمين للحراك العراقي، وهذه الثورة مختلفة عن كل الثورات التي حدثت. صحيح هي ليست مبتورة عن الثورات التي حدثت منذ 2003، إنما هي كانت تتويج لكل الثورات التي خرجت من الانتفاضات في المناطق السنية، من التظاهرات التي حدثت في بغداد عام 2015 وما تلاها، من التظاهرات في البصرة والناصرية. جاءت هذه التظاهرات لتكون تتويج لكل جهود الشعب العراقي في محاولة التخلص من هذا النظام، لذلك عبثا يحاول النظام أن يخمد هذه الانتفاضة. في ذات السياق أستاذ نظير، ننتقل لضيفنا عبر الهاتف من مالمو أستاذ لبيد الصميدعي. يرى البعض أن تزايد عمليات اغتيال الناشطين واختطافهم تعد آخر أوراق الحكومة والميليشيات لمحاولة إخماد ثورة تشرين، ما مدى صحة ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عمليات الاغتيال الحقيقة كانت متزامنة مع الهجمات التي تعرض لها المتظاهرون، ابتداء خصوصا في الناصرية، ثم تلاها الاعتداء الدموي على المتظاهرين أيضا في النجف، وكانت الهجمة المروعة التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين ومئات الجرحى التي حدثت مساء الجمعة في منطقة الخلاني. نعم. ومحيط ساحة التحرير. بالحقيقة هناك عملية مدروسة من هذه، ولا أعتقد أن العملية عشوائية. تكثيف عمليات التغطيات والهجمات على المتظاهرين، في مقابل ذلك يتم بزج قوات على سبيل المثال أصحاب القبعات الزرق أو السرايا بدعوى أنهم سيحمون المتظاهرين. هذه عملية تبادل أدوار وتقسيم أدوار يراد منها احتلال المظاهرات بطريقة ناعمة. هذا ما هناك مخاوف من هذا الأمر، وهناك معلومات بأن هناك تواجد لما يسمى سرايا السلام في بعض الساحات، ولا سيما ساحة التحرير، والمستهدف الأول هو ساحة التحرير بالحقيقة، لأن العيون الساحات الأخرى، المتظاهرون الآخرون في الساحات الأخرى عيونهم شاخصة إلى ساحة التحرير باعتبارها هي في قلب العاصمة بغداد، والنظام لا يصل إذا لم يكن هناك حراك قوي بغداد. نعم. طيب. هذا قانون أساسي. ابقى معنا أستاذ. هناك بالحقيقة يجب أن تدرس العملية دراسة موضوعية، يعني مسألة الاغتيالات والحملات الدموية أو المسلحة على المتظاهر. نعم. ابقى معنا لو سمحت أستاذ لبيد الصميدي. أستاذ نظير الكندوري، يعني من وجهة نظركم، يعني الطرف الثالث غالبا ما تحدثوا عنه بأنه هو من أجل تمييع القضية ودفع أو الدرء بأنفسهم المسؤولية عن قتل المتظاهرين السلميين، هل تبين الآن ما هوية هذا الطرف الثالث؟ الكثير حتى من النواب السابقين داخل العملية السياسية تحدثوا عن أن هذه العمليات، عمليات اغتيال الناشطين وعمليات قتل المتظاهرين السلميين، قد بينت بشكل جلي
هوية الطرف الثالث. يعني وهل كان لدينا شك في السابق في معرفة الطرف الثالث؟ الجميع يعرف الطرف الثالث هي الميليشيات. الميليشيات يعني هي من نعم هو واضح أنها أداة لتنفيذ، ولكن من هم الأطراف المستفيدون من قتل أو محاولة وقت ثورة تشرين؟ يعني بالتأكيد يعني لو نعرف ما إلى من يكون ولا هذا الطرف الثالث بين قوسين اللي هو الميليشيات المجتمعة في ميليشيات الحشد في جميعها ولاها إلى النظام الإيراني، لذلك خمد هذه الانتفاضة هو يصف في مصلحة النظام الإيراني بشكل مباشر. يعني الآن حتى هذا التوغل في القتل والعنف واستخدام يعني الاغتيالات وشتى أنواع العنف في حق المتظاهرين هي توجيهات مباشرة من النظام الإيراني، يعني لا هو الطرف الثالث بين قوسين ولا النظام السياسي، هم في معزل عن الولاء لإيران وجميعهم يأتمران في بأوامر النظام الإيراني، لذلك هناك مصلحة مباشرة في خمد هذه الانتفاضة للنظام الإيراني، كما خمد مظاهرات الإيرانيين أنفسهم واستخدموا أسلوب العنف والقوة، يحاولون استنساخ هذه التجربة الإيرانية إلى العراق لإخماد هذه الانتفاضة، ولكن الأمر مختلف الآن، خرجت الأمور من يد النظام، خرجت الأمور من يد إيران، الآن أصبحت التظاهرات يعني هم دولي، الآن دول عظمى يعني تلقي بياناتها مساندة إلى المتظاهرين. أنت رأيت كيف أنه عادل عبد المهدي يستدعي سفراء 4 دول يعني بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأعتقد يعني إسبانيا لأنهم أصدروا بيان تأييد للتظاهرات، بيان مشترك، يعني لا أعلم ماذا تأييد للتظاهرات؟ تأييد للتظاهرات وانتقاد للعنف الحكومي، وعادل عبد المهدي ينتقد هذا التدخل في الشؤون الداخلية، البلد مستباح من قبل إيران، وأنت تقول أن هذه الدولة صدرت بيان مساندة تعتبر تدخل، يعني هذا لا أعرف ما هذا التناقض، ومن أنت لكي تستطيع أن يعني توجه انتقاد لمثل هذه الدول؟ هذه الدول هي التي نصبتك على هذا الكرسي وهي قادرة على إقالتك. هذا التغيير النوعي في نقل الحراك من حدث داخلي في العراق إلى حدث عالمي وبدأ يلفت النظر من قبل دول كبرى تغيير جوهري، المتظاهرون نجحوا في مهام كثيرة. يعني أنا أريد أوجه خطاب إلى المتظاهرين، يعني لا يصيبكم اليأس، أنتم مضيتم في طريق وحققتم انتصارات كثيرة، سقوط الحكومة ويعني تغييرات في الوزارات وتغييرات في القوانين، والآن أصبح هناك دول كبرى تنادي بحقكم وتنتقد النظام على هذا الأسلوب، والطريق ماضي إلى الوصول إلى الأهداف الحقيقية التي خرجتم منهم، ما هو إلا صبر، يعني مسألة وقت ويتغير هذا النظام، هذا يعني محتم وهذا يعني يلوح بالأفق إن شاء الله. نبقى في هذه النقطة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ لبيد. استخدام العنف والقمع بالاختطاف وكذلك الاغتيال للمتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية سواء في بغداد، كربلاء والنجف وغيرها من المحافظات، رغم كل هذا القمع استمر الشباب المتظاهر استمر في الخروج، إلى أي مدى يمكن اغتيال المبدأ والفكرة لثورة تشرين مثلما تم اغتيال الشباب؟ بالنسبة للمتظاهرين مسألة هم وصلوا إلى حد إلى مسألة اللا عودة، خصوصا بعد أن شاهدوا بهم عينهم حجم الاغتيالات التي يتعرض لها الشباب والهجمات المتوالية التي تقوم بها الميليشيات والحشد والقوات الحكومية ضد المتظاهرين. أدركوا بما لا يقبل الشك بأن مسألة العودة تعني عملية انتحار، لأنهم في هذه الحالة في حالة هذه الكثافة والمظاهرات المليونية والمنتشرة في على نطاق واسع في العراق، ومع ذلك يتعرضون لعمليات اغتيال وخطف وتعذيب وتغييب، فكيف إذا انفضت المظاهرات أو تعبوا، إذا صح التعبير أو لا سمح الله تعبوا وعادوا إلى بلادهم، الكل سيلاحق لأن الكل مرصودون
والصور متوفرة والأفلام متوفرة والعناوين الجميع معروفة، فهم يعرفون مصيرهم إذا انضبط، لذلك هم مصرون على البقاء حتى إسقاط هذا النظام، ولا يمكن التراجع عن مطلب إسقاط النظام، حتى مسألة الترقيعات ما عادوا يعترفون بها ولا يؤمنون بها، لا يريدون أقل من زوال هذا النظام نهائيا، لأنه نظام دموي قاتل ضد الشعب وضد الوطن، وهو اللي بالإضافة إلى نهب الأموال فهو مستعد في ارتكاب حمامات دم دماء المتظاهرين وآلاف وعشرات آلاف من الشباب مقابل أن يبقى الحكم. أستاذ نظير، كيف تقرأ تصريح زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي؟ قال إن تظاهرات يوم غد في بغداد ستشهد أكبر عمليات قتل. يعني أنا لا أستطيع أن أفسر هذا التفسير إلا وكأنما هو تهديد للمتظاهرين. يعني هذا الرجل بعد ما صدر بحق عقوبات من الخزانة الأمريكية، تحول هذا الرجل إلى، يعني لا أعرف كيف أصفه، إلى أشبه بال يعني الحيوان المسعور. هل أعطته شحنة هذه العقوبات؟ نعم، حتى خرج البارحة يصف القرار الخزانة الأمريكية وينفجر بالضحك بشكل هستيري، ويعني ما لا أعرف هل يدلل على شدة الخوف الذي في قلبه أم أنه فرحان جدا لأن اسمه ظهر بقائمة دولية. يعني هذه القائمة هي خزي له، خزي لكونه أنه أصبح رمز رموز الإرهاب. هو هذا التصريح بالذات اللي يعني يوم غدا، يعني يحاولون هذه الميليشيات استغلال التظاهرات الثلاثاء لوئد الانتفاضة الحقيقية من خلال جلب جماهير هذه الأحزاب وهذه الميليشيات في محاولة الصدام مع المتظاهرين الحقيقيين، واستخدام السلاح الأبيض من سكاكين ويعني أي آلة جارحة وحادة يستخدمها ضد المتظاهرين، أملا بأنهم يستطيعون وئد هذه التظاهرات. هو عمل إجرامي، لا يخرج من هذا الرجل سوى الإجرام، سوى القتل. هؤلاء هم يعني يتحدثون بهذا المنطق ويحاول أن يهدد المتظاهرين، هو تهديد علني وبالفضائيات، يعني هذا اللي يحدث. بعد هذا التهديد كان هنالك تحذير من قبل السفارة الأمريكية. أستاذ لبيد، كيف تقرؤون هذا التحذير من قبل السفارة الأمريكية، وإلى أي مدى استقت معلوماتها من تصريحات الخزعلي، أم أن لديها فعلا معلومات مؤكدة حول إمكانية استخدام القتل ضد المتظاهرين السلميين في مليونية الثلاثاء؟ بالتأكيد السفارة الأمريكية لديها معلومات ولديها مخاوف، والسفارة الأمريكية تكون دائما أكثر حساسية من غيرها في هذا الشأن، عندما تكون حالة غير مستقرة في بلد أو حالة اضطرابات في البلد وتسمع تهديدات ستكون أكثر حرصاً، يعني ستكون أشد حرصاً وأشد حساسية مما هي عليه في الأوضاع شبه الطبيعية. لكن السفارة الأمريكية بالحقيقة هذا الكلام أو هذا التحذير الذي أصدرته لا تشكر عليه، بالعكس كان يفترض بالسفارة الأمريكية أن تتخذ موقفاً أكثر حزماً لهذه المسألة وتحذر الحكومة العراقية وتحملها مسؤولية المحافظة على حياة المتظاهرين بما أنهم متظاهرون سلميين. وهذا يؤكد بأن يؤكد الأوهام والأكاذيب التي تدعي بأن الأمريكان يقفون إلى جانب أو العالم أو الأمريكا تقف إلى جانب المتظاهرين. أنا لا أرى ذلك، أمريكا ليس لديها أي مصلحة قيام نظام وطني في العراق، لأنها ستخسر كثير من استثماراتها وقواعدها العسكرية الموجودة. فتحذير هذا بالحقيقة تحذير خطير وليس صالح للمتظاهرين. شكرا لك أستاذ لبيد الصميدعي. أخيرا في أقل من دقيقة أستاذ نظير، مليونية الثلاثاء يوم غد كيف تتوقع أن تكون؟ والله أنا أتوقع أنه الأحزاب والميليشيات سوف يعني تحشد كل مناصريها ومن تستطيع أن تشتريه بالأموال لتحشيد الأناس ودفعهم إلى ساحات الانتفاضة لمحاولة يعني عمل صدام ما بين المنتفضين الحقيقيين وما بين
يعني إذا جاز لنا التعبير المتظاهرين المأجورين، وهذا موضوع خطير لأنه ربما سيحدث يعني سفك بالدماء من خلال يعني السلاح الأبيض، وكلام الخزعلي يؤكد هذا الشيء. لكن يعني أنا وصية المتظاهرين، ولكنه يخوف المتظاهرين بهذا. نعم نعم، يعني وهذا يدلل على أن هؤلاء المتظاهرين سوف يعني يكونون حاملين للسلاح. لكن على المتظاهرين كما تجاوزوا الأزمات السابقة ودفعوا العديد من الشهداء، عليهم الصبر والثبات والحفاظ على سلميتهم. وكان اليوم أحد الناشطين في ساحة التحرير يلقي بيان أمام المنتفضين بأن ليس من هدفنا الدخول إلى المنطقة الخضراء كما كنا ننصح المتظاهرين بذلك، وليس من أهدافنا أن نعمل يعني محاولة عنف أو شغب. مظاهراتنا بدأت سلمية وسنحافظ عليها سلمية، وهذا المرجو من المتظاهرين الشباب هناك. شكرا جزيلا لكم أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، شكر موصول كذلك لعضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كان معنا عبر الهاتف من مالمو.